ما شاء الله زي القمر. والله لحد قمر غيرك انتي. ممكن اعزمك على سينما ميد نايت؟ ميد نايت؟ بلاش، نخليها حفلة 9. اقول لك احنا نطلع عندي فوق، انا مشبر ازازتين بيرة وبسخن ورقة لحمة على شوية لب وسوداني، وننزل على طول على السينما كارهين بعض، ايه رايك؟ لا لا لا، انا عايزة اتفرج على بقية الشقة، مش وقت. شقة مين عدم المؤاخذة؟ الشقة دي اللي هيتجوز فيها ابني. الشقة دي بتاعتي ومحدش هيتجوز فيها الا انا. نعم نعم، انا هتجوز في الشقة دي، وانا عجبني العريس ده، عايز اتجوزها. وانا كمان حبيتها من اول نظرة، عشان طبيعية يا بيه. حاحا جوزاني. وانا كمان عمي ماشي نقدر حالا. يلا خلي المعزوم في الميد نايت. ميد نايت ايه؟ انت رايح تجيب كيس فشار؟ ايه يا عمي؟ مفيش جواز يا عم الحاج. يلا توكل على الله. ايه ده؟ يا عم يا بيه حاحا ولا بتاع. يلا يا ست مع الف سلامة، بره من غير مطرود. انكر اول المطرودين انت يا عمي، توكل على الله. يا مامة العريس توكل على الله، وانت بقى ورحمة امي لو وقعلك صف سناني. ولا زعل نفسك، امسك. يا ولاد الحقن دي سلاح خطر، طب يملوها مضاد حيوي وانتي بقى سلاح وعلاج. تعالي يا سلمى وصلك الترجمة يا حاحا. بتعيد تبعد التابع ولا؟ هبيعك على ايه يا حصه؟ انت تسوى يا بنت. وحشة ولا بايرة؟ الاتنين. اه عايزين الاتنين مش فيكي. طب امسك ايدي. ماشي. طب العريس تاو تاني هتعفن. ها؟ الأربعة خمسة اللي انت طفشتيهم، خليكي كده قاعدة لحد ما تجوري وتقعدي في عربيزنا. واحنا عربيزنا مش مستحملة. ده انا حلوة ومدملكة وألف مين يهواني، الدور والباقي عليك اللي مش هتلاقي كلبة تعبرك. تعبرك؟ ده انا النسوان هتقطع بعضها عليا. ما تقولها يا عمي. أقولها إيه؟ أول حاجة ما شفتهاش أكدب يعني؟ بأمارة بنت خالتك المعفنة اللي خطبتها، ده النوع بتاعي سحبوه من السوق. بس مربيه على إيدي وضامن إن عدادها عزيره. ده أنت لو دورت عليها هتلاقي قلب عداد ومستخفلات. أنا ما أسمحلكيش تتكلمي على بنت خالتك بالطريقة دي. يا ولاد اطمنوا، دلوقتي ما حدش بيمشي بالعداد، لا رجالة ولا ستات. النسوان بتقطع نفسها عليه، ده أنت أوفر إيدج. دلوقتي بتعايريني بالسنة تفاحة؟ هو انا اتاخرت في الجواز ليه؟ مش عشان اسطرك؟ سطر مين يا مفضوح؟ عايز نخله عشان تلها في الشقه؟ لا ده بعدك، انا قاعد على قلبك. انتوا مش ناويين تخلصوا الخناقه دي؟ مش كفايه ضيعتوا عليا جلسه العلاج الطبيعي؟ الله يلعن ابو اليوم اللي امي خلفت فيه ابوكم وبقيت عمكم. ايه ده؟ انت ايه اللي حشرت بينا واحنا بنتخانق؟ مش مكتوب من نفسك تجيب عمك اللي عمره ما حبنا ننشر غسلنا الوسخ قدامه؟ وتنشر غسلكم ليه؟ سيبي منقوع قد سنه عشان ينضف. ما انت اللي خليتيني الجا له عشان نحل خلافاتنا، خليتيني الجا للياس وقعد ما يسواش. عنده حق، خليتيه يرجع. يعني الادب هي دي اخرتها يا واد. اتنين اخوات بيتخانقوا مع بعض، تحشر بينهم ليه؟ اه صحيح، انت مالك؟ دي مصارين البطن بتتعارك. تصدق انت صح ولا غلطان؟ فك يا اخويا مصارينكم من على رقبتي قبل ما تسخني. غرو غرو في 60 داهيه. الحق انا اشوف دكتور يوافق يجي يديني جلسه. بس يا ريت بس. ايه يا عم مالك؟ ايه عاوز انقط وجاب الميكروفون بتاعك معاك؟ انا بحب انقط بالميكروفون بتاعنا. نسمع سلام كبير والنبي. يلا بس. ايه يا عم السلام ده؟ ده سلام الاسد ملك الغابه. ليه يا عم الحاج؟ احنا في جنينه الحيوانات ولا ايه؟ طب عايز ايه يا عم؟ عاوز انقط يا جدع بفلوسي. يا عم ما تنقط، انت هتتخنق علينا بال 3 جنيه وربع اللي مسكهم فيه. فلوس انا حر فيها يا اخي. يا عم خليه ينقط. يا عم سمعني سلام. سلام للعروسه. للعروسه والعريس. والعريس ومحمود عبد الشافي. محمود عبد الشافي وحسين باك. حسين باك واكرم فريد. اكرم فريد ومحمد السبكي. محمد السبكي ومحسن ناصر. محسن ناصر ومحمد السبكي تاني. محمد السبكي تاني. اول وتاني وتالت. اول وتاني وتالت ومليون. ودوس على زرار بهبل وسمعني سلام سياب الجبل. ديب 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 ديب. واجيب لك ديابه منين؟ من الجبل. ديابه من الجبل. اه امال ايه؟ عندنا عندنا. اوه يا جدع في ايه ده؟ انزل بذهاب الجبل.